باش تلعب براحة البال لازم تنسى وما تقسى وتتعلم تسامح. اللي فات مات الآن. شكون فينا من الغلطة مصوم؟ شكون فينا هاني ماشي مهموم؟ شكون فينا كامل ما فيه عيون؟ صافي ما دار في النوم. شكون فينا؟ شكون فينا من الغلطة مصوم؟ ماشي مهموم. شكون فينا كامل ما فيها عيوب؟ صافي ما دار ذنوب. شكون فينا؟ نتسامحوا ما دلنا في الحياة، ياك الموت راه غير تدي. ما عليش اللي فات مات، قلب المؤمن ما يكون حقودي. نتسامحوا ما دلنا في الحياة، ياك الموت راه غير تدي. ما عليش اللي فات بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله مساءكم جميعا. ها هو اللقاء يتجدد والموعد يحين. نرحب بكم في هذا العدد الجديد المتجدد من برنامج اللي فات مات. العنف والتعنيف اللي معروف واللي ثابت أنه العنف ما يولد إلا العنف، أما التواصل والكلام وتقارب الأفكار ما يؤدي إلا للسلم والراحة، وخاصة تفهم الآخر، وبذلك تسوى كل المشاكل. مشكلتنا اليوم راح نسمعها مع أخونا سيد أحمد بخاري، جاءنا من وهران. سيد أحمد مرحبا بك. السلام عليكم خويك، يا رجل السلام عليكم، لاباس بخير؟ والله الحمد لله، الله يرضى. مرحبا، تفضل تفضل. مرحبا، ما تدركش على الحمراء هذيك. كير أخويا لاباس أحمد، ياك سيد أحمد. سيد أحمد بخاري 41 سنة، متزوج. أنا حبيت نعرف سيد أحمد، أولا أنت الوالدين مازال حيين؟ مازال حيين. يا ربي يبارك لك فيهم ان شاء الله. تم من مواليد وهران؟ وهران. اه مرحبا. وش الخدمه تاعك؟ تخدم؟ خدم الجامعه. تخدم في الجامعه؟ احكي لنا عليك شويه، باغين عمك جلال باغي يعرف سيد احمد شكون، كيفاش تربى وكيفاش هذه وكيفاش. بخاري سيد احمد من مواليد 15 جوان 1980 بولايه وهران. قلت لي متزوج، قد كان عمرك تزوجت؟ كان عمري في الزواج الاول كان عمري 27 عام. 27؟ حاب نقول تزوجت بزاف الخطرات. قدام خطره؟ اربعه. الله اكبر، تزوجت اربع خطرات وطلقت اربع خطرات، وهذه الخامسه اللي راهي معايا دروك. ايوه، تزوجت بها 2020، كاع فاتو مشاكل.
كاين اللي تجي من عند الاب تاعها، كاين اللي تجي من عند دارهم هي. اه العائلات. اه من العائلات. والزوجه؟ الزوجه تاني من عندهم. من عندهم هما؟ من عندهم هما. والثالثه؟ كيف كيف. كيف كيف. والرابعه؟ كيف كيف. مكاتب. 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 زوجتك هذه الخامسه كيفاش تعرفت عليها؟ تخدم في الجامعه هي. اه تخدم معك في الجامعه؟ في الجامعه كانت تخدم معايا. شفتها تعرفت عليها مده قصيره، مده تاع سيمانه هكا. سيمانه. هضرنا في السوجي تاع الزواج، قالت لي روح للدار هضر مع بابا مع بوها. عادي يا نعم. روحت للدار تلاقيت مع بوها، هضرت معاه قلت له بلي راني باغي نخطب البنت، قال لي صح هذوك نرجع عليك. بعد عاود تلاقيت معاه قلت لها هاشا كاين دوك نرجع لك، دوك نرجع لك. عاود وليت له الزوجه قال لي دوك نرجع لك. ما قالكش علاش رفضك؟ لا. اه باسكو هي كانت دايره ديسيزيون تاعها باش نتزوج، كانت قابله. اه صح. صافي قالت لي فوت الميساج لبويا. اه ايه انتم تراضيتوا ويبقى. ايه من بعد درنا الفاتحه، درنا الفاتحه عند الصديق تاعي، فتحنا عندها في الدار. هي كيفاش درتوا الفاتحه هذه؟ بالامام والشهود وكا. ورفضك باباها؟ خليك لا باباها ما ردش عليا. كيش تطول كيش تطول دو فوا ما ردش عليا. جات هي قالت لي صاي نتزوجوا، نفتحوا ونتزوجوا. اه هي شحال السن تاعها؟ 43 عام، كبيره عليها بعامين. يعني ماشي ماشي مشكله. ما يهمش. هي عزباه ولا كانت مزوجه ولا؟ كانت متزوجه هي زوج خطرات، متطلقه. آه زوج خطرات. اه صح. من بعد فتحنا جي خليتها كان 4 أيام في دارهم، قعدت 4 أيام 5 قالت لي بلي ما نوجد روحي، وقالت لدارهم بلي صاي تزوجت وفتحت. اه لمن قالت؟ قالت امها، واختها كانت معها تما. وقالت البوها؟ سمعوا حاجة عادية. سمعوا في الدار قالت لهم. اه في الدار قالت لهم هي. هو قالت لهم بلي صاي فتحت. واش كان رد فعلهم؟ ما قبلونيش، ما بغاوهاش. معناها كي طلبتها رفضوها. وكيف فتحت؟ فتحتوا. اه رفضوها. عندها بنتها عندها 4 سنين. ايه نهار اللي ديتها من الدار، نهار اللي روحت ديتها، كي ديتها وصلنا للدار عيطت لامها قلت لها قال لك بوك ما تجيش، ما تعاوديش تجي، ما تجيش تشوفي بنتك كاع. بنتك قد عمرها 4 سنين. 4 سنين. من بعد ولات ضربت اموي دمي شهر ونص، ولات تروح تشوف بنتها خيانه على ابوها، تشوفها وتجي. وكيفاش كان رد فعل والديها كي كانت تجي تشوف؟ بوها ما على بالهاش، كانت غير امها واختها اللي على بالها. اه بالدرقه. اه يعطيك الصحه، خيانه كيما نقولوا احنا. انتوما وكي تزوجتوا درتوا عرس؟ عندنا فاتحه ومن بعد 6 شهور قبل ديك الفاتحه روحنا قعدنا 3 أيام انا وياها. فواياج دو نوص. اه رحتوا فواياج دو نوص. حاجه خفيفه. ما درتوش عرس مالا؟ لا ما درناش عرس. اه صح. ومنين خرجت؟ خرجت من دار؟ هي خرجت صباح من دارهم، راحت عند لاكوفيس. من عند لاكوفيس ديتها انا للدار. كانت معاها مرت خوها برك. اه صح. جابت لها صوالحها هذا مكان. أمواليك شنو قالوا؟ لا أنا ما يهدروش، قالوا لي دبر راسك، حاجة اللي تريحك ديرها. جامي هدروا لي. وين ديتها؟ ديتها لداركم؟ دارنا. أنتم ساكنين مع بعض ولا كيف؟ كنت ساكن أنا في الدوزيام إيطاج، كان ريت شوسي برومي الدوزيام. ربي يبارك. وأنا الدوزيام يبارك فيك، وأنا في الدوزيام غير أنا وياه وحدنا. إيه. استقبلوها عادي. عادي. علاقاتهم مع شيبانية عادي مليحة. عادي. أيوا. هي من بعد كي تزوجنا ولاو يصروا شويه المشاكل. مشاكل؟ اه شويه مشاكل، مشاكل بشي حاجه، حاجه تاع والو. مثلا قول لي، انا نبغي نعرف. مثلا باسكو من بعد كي تزوجنا ولاو عليها الضغط بزاف في الخدمه، باسكو كاينين ثاني واحدين يخدموا معنا في الخدمه، كانوا يوصلوا لدارهم شي كاين شي ما كانش، ولا لا شارج عليها التليفون، دي فوا ولينا نتنرفوا. نعرفش نضرب فيها. تضربها؟ you
صلي على النبي. صلي على النبي، صلي على النبي. دارك تبكي زعمت. احمد صلي على النبي، صلي على النبي. هيك انا اخوك ولا لا؟ ها والله راني كباك. صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. كل شيء فوت، ما تبقى حتى حاجه. صح فهمني، علاش قلت كنت نضربها وبكيت؟ بسكون ما درتي والو، ضربتها بلا ما دير لك والو. قبل ما تزوجوا ما كنتش ضربها. دو واش تقول لك تضربها انت يا واش تقول لك؟ تبكي برك، تبكي برك، تبكي وتسكت وتسكت، ما عندهاش المشكي. راح تشكي لمواليها، مواليها ما كنتش نطول، ما خليهاش تطول ديك ساعة نص ساعة دقيقة زوج نولي تمتم. يوميا الضرب؟ لا ما كانش يوميا، خطرات كانت. ياك احنا نقولوا نكونوا صراحة مع بعضنا، ها؟ شهية اتفه حاجة، حاجة بسيطة، تعطي لي كوموند ولا فطور ولا كاس مش مدير من هاك ولا هذه، معناها اتفه الاسباب اللي ضربتها عليها. لا هاد صوالع تاع فطور ولا تاع زعما ما شاء الله. ايوا صح. في كل شيء في الدار ما شاء الله. على تضربها مالا؟ دروك ما عرفتش. دوك ما عرفتش. واش الحاجة الكبيرة اللي حزت على قلبك وانت على بالك بلي هذيك هي ما تستاهلش هذا الحس هذا يا كاع؟ ظلمتها يا سيدي، اللي ظلمتها فيها وضربتها. ايه خطرة كنت نهضر معاها. ايوه كنا في رمضان. نعم كنت نهضر معاها ما ضربتهاش، هي صرا واحد المشكلة هكا. خرجت من الدار انا، خرجت من الدار ورحت لعبت البولة. كي وليت للدار ما لقيتهاش. هي ما لقيتهاش؟ ما لقيتهاش، لقيتها خرجت. وراحت؟ قلت لها كورات وراحت، راحت عند واحدة صاحبتها تخدم معنا. تخدم معنا تخدم في القيطاع. واه. ما راحتش لدارهم. جيت أنا قبل الفطور، دوشت وكاع روحت. رحت طبطبت على صاحبتها، السلام السلام كذا كذا. كيفاش عرفت باللي راحت عند صاحبتها؟ خاطش قبل هذيك صاحبتها ولدها كان مريض. كيف. بنتها كانت مريضة وحنا ركبنا عليها. صح. وخطرة صرا بلوبر في الدار تاني عندنا. نسينا لي كلي في الخدمه. صح. قلت لها روحوا نباتوا في لوتيل، عيطت صاحبتها من قصرت معها، قلت لها روحي باتي انت وراجلك عندي. رحتوا بتوا عندها؟ بتنا عندها. على بها كي راحت انا روحت عندها ديريكتوم. سما عرفت باللي علاقه، عرفتها باللي راهي تما. ما نكذبش عليك، كي دخلت لقيتها وكاع، حتى صاحبتها قالت لها انا مامو ما تجيش. قلت لها ما تجيش عندي، قلت لها طونك تجي روحي انت وراجلك ما تجيش وحدك. عندها حق. قلت لها باسكو قادر يكتلك هنايا، قادر انا نباصي، قادر كيما كان الحال. دخلت قلت لها على خرجتي؟ ما ضربتكش؟ قالت لي لا. وقبلها نقل قبلها بدو جور في رمضان، كنا عند خالتي، كنا مقصرين عند خالتي نهار لافي تاع لافي الغدوة رمضان. نعم الغدوة رمضان. نعم فطرنا عند خالتي دو جور. تروازيام جور هودنا لدارنا، صافي هودنا ما كانش مشاكل. كي صرا هذاك المشكل داك تروازيام جور؟ وشنو هو المشكل اللي صرا؟ مشكل حاجه تاع والو، غير كنا متناوشين هدره برك. وعلى علاه؟ على واش؟ والله ماني شافي، مانيش عاقل.
ناوشنا حاجه تاع حضره من بعد قعدنا نضحكوا تمتم بعد خليتها وخرجت. لكن جيت ما لقيتهاش. ابا كي روت عند صاحبتها دخلت شكايه زادت معايا في الهضره. قعدت نضرب فيها عند صاحبتها قريب ساعه ولا وانا نضرب باش نحبس. ساعه وانت تضربها؟ اه باش نحبس. وهي تعيط والجيراني اه صاحبتها تسلك ومنا بعد فطرنا. كيف فطرنا خرجنا من عند صاحبتها هودنا للدار. سامحني غير بسياسه سيدي احمد خويا على بالي نحط يدي على الجرح. قول لي علاش الانسان يكون زعفان يكون مغشش مقلق منيرفي هي لا قدر الله وضعتها بنيه وطاحت على حاجه حديد وقدر الله ماتت. سي ما خممت بسيط هي في المقبره وصاحبه البيت في المحاكم. انا اللي حبيت نقوله هذا سبب خرجت بلا اذنك ولكن هذا غير مبرر باش تعرف تديك عليها. مانيش والخطأ الاخرى كيفاه؟ افون هذه قبل هذه ثاني كنا في رحبو كنا مع نورمالمون جاو لي فاكونس حنا كي جاو لي فاكونس هذو تاع الشتاء و40 ندو ديك ويجور. خرجت باسكو خرجت من قبل. نعم. راحت عند بون هي الاولى قالت لي بلي شو راني رايحه عند ما قالتليش راني رايحه. ما كنتش في الدار ثاني عشيه خرجت راحت عيطت لصاحبتها رسلتها عند اختها تقعد عندها. قعدت كاجور زيت انا عيطت لها ما نكذبش عليك قلت لها وين راك واحد يدي قشك. لكن باغي كيما هكا تكملي الطلاق وكسيتيرا توصي بعد دي قشك انا غير باش تجي. كي جات قعدت في الدار باسكو اين فوا تجي ما تعاودش تخرج. بغيك انا تاني نبغيها ما نكذبش عليك والله. احمد اللي يحب اللي يبغي تحب زوجتك ولا خطيبتك ولا اخوك ولا يماك ولا ما تجيش في الانسان العاقل اللي عقله متوازن يرفض يدو عليها. لا نيشان وتقول لي نيشان وانت سامحني راح نطرح عليك سؤال صح جاوب خوك بكل صراحه. انت الله يرضى عليك اللي كبرت بينا وجيت الله يستر حالك وقلبك طيب. لو لم يكن قلبك طيب لما راك تبكي هكذا باستمرار. سؤال راك ندم بزاف؟ ها بزاف ما عندها حتى واحد. معليش نضرب ما كاش يجي يهضر معايا. ما تجدك الحساب. اوكي واش من حساب درت؟ تجدك الحساب. انت هكذا. ما تجدك عندك الحساب. جامي درتك الحساب. في راسي. في حياتي ما تجدك الحساب. باسكو من بعد تعاود تشوفنا نص ساعة، ساعة، نهار، تعاود تشوف تقول بشي هادو اللي يضربها ولا بشي هادو اللي يدابزو. سبحان الله. ما كانش تعقد عليك تضربها هكذا ومشي تقول لك ما تعقدش عليك. لا. لا تقعد نص ساعة ساعة هذا مكان عاود نولو هي كي تكون كي تضربها أنتايا هي اللي تجي تراضيك ولا أنت اللي تراضيك؟ لا أنا نروح راضية. أنت تروح؟ توجور. القلب لحمة. قلب لحمة. سامحني أنت طلقت هذه الخامسة الأربعة الأوائل ما بغيتهمش كيما هذه كنت تضربهم؟ شي بزاف ضربتهم ولا لا؟ خطرة سبعة خطرة ما كله ما كنتش نغير عليهم كيما هادي. ما كنتش نبغيهم كيما هادي. عندك ولاد مع النساء الاخرين؟ عندي واحدة ست سنين. ربي يبارك. في واحدة ثلاث سنين ونص. ربي يبارك لك فيهم ان شاء الله. راك تروح لهم نفقة؟ ديجا كان عندي مشكلة تاع نفقة اللي قلتها. نعم؟ كان عندي مشكل تاع نفقة اللي قلتها. الحمد لله. الحمد لله. وكاش خطرة جبتهم عند زوجتك هذه الخمسة؟ اي تقول لي جيب، ما عندهاش إشكال فيها تصور. هي تقول لك جيبهم. ما عندهاش إشكال. والله غير بنت أصل. ما عندهاش مشكلة كاع. التصوالح ما عندهاش. اسمح لي سيدي أحمد، أنا نعرف الضرب. باش يوصل الإنسان رد فعل على فعل. رد فعل على فعل. حنا
لا كل واحد كيفاش ربي خلقه. الافعال نتاعك العنيفه هذه ما تجيش عليك نتايا، ما تجيش على على زملائك اللي يخدموا معاك وعلى بالهم بمشاكلك هذوما. انتما راكم تخدموا في زوج في نفس. لا دروك انا بدلت، انا راني نتسائل ما هيش داخله راسي هذا التعنيف هذا كامل. علاه علاه ما على بالكش؟ تعرف شو راح نقول لك واحد الكلام ولكن بزاف الناس تخاف منه، ولكن انا اقوله احيانا وضعيه كيما هذا. لما تنصح انسان، لما تنصح انسان باش يروح يمشي يشوف بسيكولوج، انا راه نقول صايد ابدا. رحت بسيكولوج؟ رحت رحت عم عندي والو. واش قال لك؟ عندي والو. ما قال لك والو يا اخي البسيكولوج راه بطل. علاش يقول لك جلسات تقعد؟ اي كنت روح دير لي سيونس. دير دي سيونس؟ اه ما عندي والو. شكون اللي قال لك روح عند البسيكولوج؟ وحدي روحت. وحدك؟ اه. انا ما حيرني ولاصونه تشعل هكذا لامبا في راسي، هذا السيد هذا طلق 4 مرات وزاد الخامسة. بالك ما عندها علاقة بالضرب ثاني سيد أحمد. ها؟ مع الآخرين. بالك عندها علاقة بالضرب. لا 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 لا. في مع أصحابك منين تلعبوا البولا؟ ضرب؟ لا. ياش لينا تبقى. في الجامعة منين تصرا هكذا ولا هكذا؟ جابت أنا جابت. سلام سلام. سلام سلام. جامي في حياتي ما دابست أنا. في حياتي. في حياتك ما دابس؟ ما دابس هكا هضرة بابيس. ما نزيدش. في حياتي. مرتك تضربها ببنية. راح نقول الكلام هذا وديره في راسك وفي قلبك. ياك رانا اخوك. مثلا. انا مش ننصح فيك، على بالي تعرف هذه الاشياء هذه، واللي راهم يشوفوا فيا يعرفوا احسن مني بألف مرة. في خطبة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة تعرف ايش قال للناس؟ عبال روحوا باللي راح يموت. أوصيكم بالنساء خيرا. ايش يقول ما تضربوهمش؟ أنا أوصيكم بهن خيرا. أو أنت تعرف هذا السؤال هذا؟ تعرف حاج بيت ربي زوج خطرات. أنت حاج بيت ربي زوج خطرات؟ زوج خطرات. الله أكبر. مهلي ولدي يا أنت مخطئ. أنت غلط. علاش نقول لك غلط؟ هذا ما يبكيك هو الندم. خاطر لحظة الغضب كيما قلت لكم قبيلة واحد يقول أي كلام ولا أي ما. أنت سيد أحمد بارك الله فيك اللي جيت. الله يسلمك. المرأة هذه ضربك. أه. راك معاه، راك عايش معاه الخمسة هذه. لا رانا رانا مسيبارين من مجوى. واش جابك عندنا مالا؟ باش نردها هذه حاجة باينة. باش نجيبوها؟ أه هذه حاجة باينة باسكو أنا كنت داير بروغرام ما نكذبش عليك. ها؟ كنت داير بروغرام باسكو حنا رانا كونجي، حنا قلت لك ندو سيمانة بسيمانة. إيه. دير حسابي باسكو هي نورمالمون الله أعلم خرجت السيمانة الأولى. صافي جيت اثنين تدخل. مي أنا كنت داير في راسي. قلت اثنين نروح. من الخدمة نديها للدار. يا سيدي أحمد. سواديزون بالهضرة بلا هضرة بالملاحة بالقباحة نديها للدار، ما نكذبش عليك. والله. والله العظيم. باسكو درتها دو فوا أنا هذه. كنا كيما كنت خاصمي درتها دو فوا ركبتها في الأوتو وديتها للدار. واش راك باغي من عند عمك جلال ومن الحصة؟ راني جاي باش نرجعها. نقول رجعها. تسمح لي على الضرب وراني نادم بزاف. الضرب اللي ضربتها كاع. باسكو ما خسرتش معايا دقيقة. دوك راكم متخاصمين ولا لا؟ واه رانا مجوى. سيباري. من وقتاش؟ مجوى. جوا. معناها 6 7 شهور هكذاك ما. ايوا هكا. ما تلاقيتهاش كاع؟ لا تلاقيتها هدرنا وكاع. حتى أنا كان عندي واحد المشكل. تاع النفقة يا أخي قلت لك ريغليتها. إيه. مي هي قالت لي صحة كي تريغي هذاك المشكل نعاود نولي. قالتها لي قالت لي نولي. إيه. عاودنا تلاقينا هكا هدرنا وكاع ما بعد صاي ما زلناش. المطلوب منا كيسموها؟ خيرة. إن شاء الله يا رب العالمين. درك تجي ولا ما تجيش راه يجاوبنا أخونا صالح. أنت في رأيك زعما تجي؟ عاد تجي. اسمح لي لحظة ندور بك الكرسي. أخي مرتاح راك غاية؟ راني مرتاح الحمد لله رب العالمين. شد روحك. للإجابة عن سؤالك هذا أربط الاتصال بأخي وصديقي وولدي صلاح. صلاح راك تسمعني؟
مساء الخير عمي جلال، ليك ولكل المشاهدين. اهلا، اسعد الله مساءك. ان شاء الله خبر طيب. ان شاء الله خبر طيب. انا نقول لك باللي سعينا حتى نجيبوا الخبر الطيب، ومطولش عليك، نقول لك انه الحمد لله السيده خيره لبات دعوه برنامج اللي فات مات وراهي حاضره معنا. مساء الخير سيدتي. لاباس؟ الحمد لله يا رب. السيده خيره عدادي. الله يبارك. متزوجه؟ الله يبارك. عامله؟ خدمي عامله وخدمه. الله يبارك هكذا حتى نتعرفوا عليك اكثر والمشاهدين يعرفوا اكثر. السيده خيره، برنامج اللي فات مات تعرفيه؟ عارفه. هو شفتي خضره زود ثلاثه؟ لا الله يبارك. الله يبارك. ولكن الفكره تاعو على بالك؟ هو عندي فكره تاعو اللي فات مات. ربما انسان عنده خصومه مع شخص ومشكل يجي يفريه له، ربما عنده انسان حبي يكرمه يقول يعطيك صحه يجيبه هنا. هذا هو برنامج اللي فات مات. لما جاتك الزميله وقدمت لك الدعوه وقالت لك بلي راكي معروضه في اللي فات مات، هل تصورتي انه فيه شخص ما هو يكون وجه لك الدعوه؟ هل فيه انسان خمتي فيه؟ عييتي نحوس وعييتي باتيني في راسي وما عرفتش. ما لقيتيش؟ ما لقيتش. وسقسيتي ربما الناس تعرفيهم شكون شكون؟ ما سقسيتش. ما سقسيتيش؟ جيتي دايره النيه. جيت دايره النيه. وانا نخليك في نيتك. على كل حال نروحوا عند عمي جراح حتى نكتشفوا شكون وجه لك الدعوه. ان شاء الله. معليش تفضلي معايا. اهلا اهلا. السلام عليكم. الله يسلمك. تفضلي. صحيت بارك الله فيك. كراكي دايره؟ لاباس. لاباس بنتي بخير الحمد لله. وانت هيا كراهي دايره وهرن؟ الحمد لله يا ربي يسلمك عليكم وهرن. الله يحفظك. ونبغيكم من كل قلبي. عدادي خيره تخدمي ولا قاعده؟ هو خدامه عامله. شنو تخدمي؟ قطاع في الجامعه. في القطاع الجامعي. ما شاء الله، ربي يبارك فيك، ربي يهنيك عايشك. في الفوتر اللي راه وراك كاين شخص، عارف مرأة ولا راجل؟ شكون انت اللي في بالك؟ شكون اللي عرضك وباش تجي عندنا هنا؟ او بالك من اللي يخدموا معاك؟ يخدموا معايا؟ واه من جف الجامعه. والله ما على بالي. نعم؟ والله ما على بالي. بالك من داركم ولا فكره؟ راه عندك الشاشه هذه لاحظت وتعرف شكون اللي عرضك. سمي بسم الله. شكون هذا؟ زوجتي. يعني زوجك اللي احمد؟ واش راك تفكري؟ ما نفكر في والو. وراكي مشوكيه؟ لا لا راكي مشوكيه، راكي متاثره كيفاش؟ شو بغي نقول لك عمو جلال؟ نعم. نتمنى مش تشوى. علاه؟ ما يعرف ويعرف شكاية. علاش؟ ودار لك شو دار لك؟ شو دار لي سيد حمد؟ ناكل على بالي بلي راه هنايا ما نجيش كاع، خلي ديجا بنتي مريضة. ربي يجيب لها الشفاء. خلي ان شاء الله توشفى بإذن الله. ان شاء الله يا رب. هذا الإنسان ضرني بزاف. ظالم؟ قد لي نحكيه قليل. على بالك دوك تفوت الحصه تشوفيها قبل ما نسالو اي كلام. يقعد في بدايه الحصه وقعد في الكرسي اللي قابلني بعد ما سلمت عليه، قلت له واش جابك عندنا وتطلق بالبكاء؟ لا ماكش باغي تشوفي فيها عليك، راهي قدامك. هو يعرف شكاين. ضرني بزاف هذا الانسان. ظلمك بزاف؟ بزاف. ما كاش في الدنيا هذه كبار انت وانا يقول لك ما يدوم حال، ما كاش حاجه
يوم الا الله سبحانه. سبحانه الله. احنا اللي فينا العيوب. نيشان. ياك؟ احنا فينا. قبل ما نطرقوا الموضوع هذا، انا راح نطلب منك اولا تحني قلبك. ياك راني كباك. ياك؟ اي وش اولا ازرق شويه. الله يرضى عليك، انا نحب هكذا الابتسامة، نحب اللي يجي عندي يبتسم ويتفائل الخير. انوي الخير، سبقي الخير قبل الشر. هكذا. هكذا ولا لا؟ راك تقولي لي يا شويه مش عجبتني مليح. هو خلاني هك. صح صح، دوك نشوفوا هو. ولدي سيد احمد. نعم. طلبت منا نجيبوا بنتنا خيره. راهي قدامك. قول لها شو باغي تقول لها. سلام خيرا. سلام. كي راكي؟ الحمد لله. لاباس؟ الحمد لله. مليحة؟ ريحتي شوية؟ الحمد لله. ها؟ الحمد لله يا ربي. عبالك شعلي جبتك اليوم؟ على بالك ولا لا؟ على باليش. ها؟ لا. لا. جبتك اليوم تعرفي على؟ شو نقول لك سمحي لي؟ راني مستعرف كاع بالغلطة. سمعتي؟ راني مستعرف كاع الضرب اللي كنت نضرب فيك. سمعتيني؟ وكاع العنف اللي كنت دايره معاك. سمعتي؟ وهذه الأولى والتالية وما تعاودش تكرر كاع حياتنا. سمعتي؟ وانت على بالك بلي انا نبغيك. ها؟ نيشا. ردي عليا نيشا. حتى انت تبغيني. شحال قاعد تقولي لا؟ وراني مستعرف كاع بالشيء اللي درته. كاع الضرب اللي كنت نضرب فيك واللي حقرتك واللي وعلى بالي بلي وقفتي معايا مرة وجامي ضريتيني في حياتي. وجامي غبنتيني وجامي تشردتي عليا. وجامي قلتي لي شري لي ولا جيب لي ولا دير لي اي حاجه. انت كان بك غير الضرب. وانا قلت لك دروك صاي، انا ما جبتك هنايا باش نعطيك عهد. تاع الضرب والحقره صاي ما تبقاش كاع. سمعتي؟ مانيش نقول ما درتش، راني نقول باللي درت، واني مستعرف باللي درت. تاع كي جبتك هنا صاي ما غاديش تعاود. عمرها ما تزيد تعاود. تعرفيني بلي نبغيك بزاف وصاي حتى انت تبغيني بزاف. خير بنتي. هاك سمعتيها واش قال؟ انا والله غنشهد لها في حاجه. لومو والله غلمته مقبله ويعلم الله انا كنت نكلم فيه وكأنه راني نكلم في ابني. تعبت بزاف. أنا تقلقت بزاف. أنا من الناس المسالمين. أنا عندي، أنت عندك 43 عام. أنا عندي 43 سنة زواج. الله يبارك. ولا يوم رفت يدي على الزوجة. بالله الذي لا إله سواه. 43 سنة زواج. الله يبارك. 43 سنة. عمري ولا رفت يدي على الزوجة. كاين البعض، كاين البعض كما اخونا سيد احمد قبيله ما خليتلهاش ما خبيش عليك، هاك تشوفي منين تفوت الحصة غادي تشوفيها. هو تعرف اش جايبه؟ الندم. حس باللي ظلمك بالضرب، خاصة بالضرب. ما نفهموش في حاجة ودي، ما شريتش هذه ولا ما درتش هذه ولا والله غير كله يفوت، كل شيء يفوت. واش راك في الكلام اللي كان يقوله؟ او اعطاك عهد باللي هذا الضرب خلاص؟ قسما بالله الذي لا اله سواه من قوه الحب نتاعو ليك. قال يا عمي جلال عاوني، انا مخطئ، انا غلطت،
غلطت معها كي ضربتها لأي أتفه الأسباب نضربها. راني غلط يا عمي جلال عاوني. أنا حبيت ما نعرفوش، هذه أول مرة نشوفه ونشوفك أنت. أنا ما عندي لا ناقة ولا جمل في هذا. تعرف اللي يهمني أنا يا تعرف اللي يهمني، اللي يهمني تخرجوا منا متراضيين. أراه تعهد أمام ملايين من الناس مش غير أمامي أنا، وخاصة أمام الله، اللي خلاص هذا التعنيف. واش رايك في الكلام اللي كان يقول فيه؟ عمو جلال نعم، سقسيها باللي عندي ربع نساء وما بغيتهمش كيما هي، وهي تعرف وعلى بالها بهادية. خيرا سقسيها لا تبغيني ولا لا؟ هاي تكذب. هاي زعفانة، هاي زعفانة، هاي كنت كنت تكذب. أصلنا نقلعوا الزعاف، نقلعوا لها الزعاف قبل ومن بعد نوصلوا للمرحلة هذيك. ها خليني هاني نخدم، ها خليني هاني نخدم. باش راجل يجي تلفزيون و 48 مليون جزائري راهم يشوفوا فيه، باش يجي ويرفع راسه ويقول لك صح أني ظلمت وراني غلطت وراني ضربتك، اعترف بكلش، قال لي أتفه الأسباب نضرب، وأنا عاتبته في هذا، عاتبته ولمته، باش يجي ويوصل لهذه الدرجة هذه أمام كل الناس، ويزيد يقول لك باللي رايح حتى الآخرين ما كان، أنت هي كل شيء، يحبك واحد الحب، أو قدام هذا قيس ما يسوى والو كاع، حني قلبك. وشي الحاجة اللي حرقتك في قلبك وأثرت علي فيك بزاف؟ حقرة وما يديليش قيمة لا في الدار لا برا، وكان يخدم معايا سبته المديرة ترضيته لدها دي طعش، هو يعرف خدمة ضرب برا ضرب في الدار ضرب تلوينته. ايه صح يجي يوصل الانسان في بعض المراحل قال حبس ستوب. وشنو هي الحاجه اللي اثرت فيك بزاف وقاستك في وجرحاتك منين ضربك؟ ما عطانيش الاعتبار لا قدام الفاميليا لا قدام الناس برا. قدام الناس ايه يضربني برا نورمال. برا نورمال. ما قاليش هذا الكلام اسمح لي. اذا احمد وليدي عمي شان في الدار وقلنا ربما راك زعفان راك صايم راك ما اخذت لك الشراي ولا هذه ولا نقولوا باش منش من بر صح في الزنقة ثاني في الزنقة. سامحني عندك تقول كي يشوفوني اصحابي نضربها قالوا والله غلا هذاك يعطيه الصحه قدر راجل او يضحكوا عليك. لا بشي في الزقه بشي في تديك شو ندير لها نحكمها منا ولا فهمني. هي تصرفوا ضرب. لا نيشان ها نيشان راك ندم باينه هادي راك غلط باينه هادي اني غلط. اسمح لي أو ندم هي يهدر نعم يندم وعاود يندم يعاود نورمال ولا هي زربيت الله زربيت الله ياك هكا. أنا مع شريته أنا نعرفه تعودش هذه الخرب ما تدريش قدام لافوكات نعم كتب التعهد باللي ما يعاودش قاعد يضربني وقلت له لافوكات نوصلك نورمال كتبت تعهد سيمانة عاود نورمال ولا لا هذيك وحلف لي في المصحف عاود نورما ولا لا لا لا, لا الان راح يحلف امام الجزائر كلها. ما هذه هي عمي جلال اسمحي لي يا عمك جلال صريح. انت في رايك ها وحدك منين تحطي المخده وترقدي تطفي الضوء وترقدي
ما تقوليش اللي ربما الخطأ نتاعك بديتي كي تزوجتي بلا رضا الوالدين بلا ما يعلموا الوالدين. انا قالوا لي عليه، انا قلت بالك كاع الناس كملوا لي الله راجل يتسقد ما يقعدش في ديك الطريق تاعه. وقفت معاهم باش يوقف معايا هو، لا بين بلي نتايا كاع اللي هضروا فيك صاي كان والو، بين لهم كان طلعوا مشي نهودوا ما بغاش. شمت فيا دانا، شمت فيا كاع الناس اللي ما ولاش يعرفني ولا يعرفني بسبته. اش كان يقول لك عليها قبل ما تزوجوا؟ اش كانوا يقولوا؟ اختك منه ليا حقار تبلع على المرأة منين طلق 4 مرات. يقول لها هو يقول لك صح انا ما نحضرش ما نحكيش، انا ما بدي صوالح هاد الصوالح ما نحكيهمش. لا كاين حاجات داخليه الانسان ما يحكيش عليها. قالوا لك عليه والدنيا هاك زوجتي به معناها كنت راضيه به. انا قال لي صاي نسقيت ومنا وقيتك انت يا بنت فاميليا وندير معاك الدار ومنا عشيت سيمانه 15 عرفت كلش. كاع لي قالوا عليه كل خطره نعرف حاجه. وصلتوا للقضاء ولا ما وصلتوش؟ وصلنا للقضاء. وصلتوا؟ انا في رمضان خرجت ورحت تزوج من المرايا. ها؟ في رمضان اللي فات خرجت ورحت تزوج من المرايا. تزوج موراك؟ ماشي. سيد احمد صح هذه الحكايه هذيا؟ واه تزوج طلقت على بالها. طلقت على بالها بها. شحال قعدت انت مزوج؟ شي بزاف شهر. وطلقتها؟ واه طلقتها. وانت هذه كانت مازالت على ذمتك؟ كانت مازال ذمتي واه. وما على بالهاش؟ ما على بالهاش. سيد احمد كان شويه مشاكل وكاع. يا سيد احمد. صح هي كاع نروحوا ونولوا عمي جالك. نعم. كاع نروحوا نقولوا هي على بالها بها، على بالي هي اللي نبغيها فيهم زعما كاع. ما قري سا ما قري تو. سيد احمد سامحني يا ولدي، تبغيها ومن بعد تروح تزوج بعد اخرى. مالك؟ تبغيها وهذا نقروا اللي راه يشوف فينا الكامل الان راهم يقروا باللي علاقه حميميه ما شاء الله. واه حتى هي تبغيني ما نكذبش. يمسح علاش راح تزوجتها ولد عمي؟ في عود ترطب الامور، في عود تتكالمي الحاله، في عود تسال عليها التليفونيه، تبعد لها هي اس ام اس صغير. راك تعرف النساء كلمه طيبه ولا غديرها في جيبك. بصح هذا شوف هذا كله رغم الاخطاء نتاعك كل متتاليه ما نسمحش فيك خاطر راكي ولدي. الله يسلمك. لحقته للقضاء الجلسة الأولى ظهر لي وما بغيتوش تسينيو كنتي كي هو، ما بغيتوش تطلقوا. ما معنى هذا؟ لا على خاطر صوالحي. نعم؟ على خاطر صوالحي. على خاطر صوالحك؟ شوالا صوالحك؟ دار؟ دار شوالا؟ صوالحي كانوا عندها تما باش نديهم وكنا باغيين بالتراضي و عمو جلال. نعم. هذه تاع صوالحها تبغي درك نتصل بالاستاذه، نتصل بالاستاذه. شي قال على جا صوالحها، حنا من 8 تاع الصباح في المحكمه حتى الزوج تاع الشيانه دخلنا باش نسني وقالت ما نسنيش. ماشي قضيه تاع صوالح باسكو من بعد قعدنا السيمانه عاودنا ولينا. كي ولينا كيف ولينا في رحبان ضحكوا كاع. قلت لها انا زعقت معاها، قلت لها على ما بغيتيش دابا نقول لك في وجهها، قلت لها على ما بغيتيش تسني باش نطلقوا بشي قضيه تاع صوالحك. حتى الاستاذه قالتها له، قالت لي لا نبغيك. يا رب ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله والله. صوالح غير سبوا باسكو بشي اللي تحوس على صوالحها بشي اللي تحوس على هذيك ما على بالهاش بالصوالح. حاجه تاع الصوالح وحاجه تاع التشكيل ما تحوش عليهم هي كاع. سيد احمد اسمح لي اسمح لي. وفي الاولى انا ما حضرتش. صافي الاولى انا ما بغيتش نحضر. اه. ما كان والو في الزوجه كي كنا في رحبه قالت لي ما نسنيش. من بعد سيمانه كي عاودت تلاقينا كنت انا وياها تلاقينا قبل ما تولي للدار. قعدنا نتلاقوا كاع كل يوم وكاع. من بعد قالت لي قعدنا نقصر من بعد ولد. قلت لي لا قالت لي انا ما بغيتش نسني. قلت لها انا بابي اللي ما تسنيش باسكو انا ثاني نبغيك. هذه حاجه باينه. سيد احمد راكي ولدي. الله يسلمك. انت منين فقت بها تبغيك راك مجرجرها. لا والله ما على هذيك. هاو كيفاه؟ والله ما على هذيك، وكاني حكيت لك الساشا كاين. والله ما باسكو انا ثاني نبغيها. انا كي جيت من الوهران هنا شاه.
على جالها. على جالها هذه حاجه باهي، وهي تعرف، هي تعرف كل شيء. اه زوجتك كي هي بروحها تقول لي من الداخل نعرفك كي داير. ايوا وهي هي توجو تبغيني، وعلى بالي بلي مرتي تبغيني ما نكذبش. ما تقولكش كنت خاطر دوك كنت تقعد معايا هي خمس دقائق ساعه تشوف انسان او تشوف انسان واحد اخر. انت راني نقول لك واه في حاله ما الى وكان نحلفك بالله امام الجزائر كلها انك تقلع عن وتبطل الضرب هذا يا يعني. عهدني تعطيني عهد. نعهدك ايه نعهدك بعشرة كاع ماشي غير انا قبلي انايا يا مع ربي سبحانه وعز وجل. ونزيدك حاجه اخرى اسمح لي كلامك كبير تفضل. كان تهضر كي كنا نهضروا هذا اليوم خاطر كان عندي واحد المشكل قلت لك يا اخي رجليتها الحمد لله يا ربي أهم. قلت لي ما نقعدش في الدار زعما على دارنا مع بويا وامه قلت لي ما نعيشوش تماك. قلت لها مالي غادي نديروا حاجه مليحه. قلت لي يا اخي قلت لك انا عندي اختي كبيره في فرنسا اتصلت باختي كبيره تاع فرنسا قلت لها اعطيني لابارتومون تاعك نسكن هنا في وهران. ايه لابارتومون تاع اختك ما نكذبش عليك رفدت كاع كيما تقول انتم كاع دوزاني كاع قاشي كاع نص صوالح كاع ديتهم صافي الاربعه هذه كيما نقولوا احنا كي ثلاثه الاربعه ثلاثه ولا اربعه كي سلكت صوالحي كاع زدت كملت صوالح كاع باش نطلعها تسكن في السكنه سكننا انا وياها سكنه جديده وعند اختي باسكو قالت لي هاك المفتاح عطاتني المفتاح ابارتمون عطاتني المفتاح وكاع هي قلت لها باش نروحوا وحدنا قالت لي ما كاش مشكل هاك على بالها بها ايوه على بالها والله لا على بالها صح صح خيرا خلني قلبك شويه خلني قلبك شويه صدقي انا ما منش عارف هذه مكاتب الله مكاتب الله مساكن الاحساس نتاعي حتى لو كان لا قدر الله وتفارقته ما ظنيتش تلقاي واحد يبغي كيما هكا عمو جلال قول لها تشوشا راهي دايره في صباحها انا مو واحد ما تبغيش كاع ما ديرهاش تشوشا شاكي دايره في صباحك شنو دايره في ديري ها قول لها داك شكون اللي شراه وين نشوف كنا مدابزين ها كنا مدابزين وشريتها لها نورمال وجات به يا هضره اللي ما تبغيش ما ديرلك صوالحك نيشان عمو جلال اللي ما تبغيش ما ديرلك صوالحك هقولها شنو باغي تقولها باش نكمل كلامي انايا يعني. طيب كمل كلامك عمو جلال لا 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 قولها انت شنو باغي منها دروك انا راني باغيها انا هي على بالها بلي نبغيها بزاف ونعاهدها ونعاهد نفسي نعاهد كيما قال لك الجزائريين كاع من الشرق للغرب من الوسط للجنوب بلي صاي هاد المرا ما زيدش نرفد يدي عليها خلاص شجاعة باش يقول هكا أولا غير شجاعة صدقيني مجرد كلام نعرفها هنايا لا اسمعي انوي خيرا لعل ربما شوفي واحد طيحه عمي جلال نعم كلامك هو كبير طيحه ونضوى طيحوا النوض ونطيحوا النوض معاه بزاف صحتي راحت شوفي الانسان اللي يحب الخير يجرب مره يجرب اثنين واحد دائما يلتمس الاعذر لك حتى لو هو ما عندوش عذره ما عنده حتى عذر واعطاني عهد وراه مستعرف باللي ظلمك وحقرك وجرجرك ولكن يحبك واعطانا عهد وامام كل الجزائريين باللي خلاص هذا الضرب هذايا نهائيا خلاص ماش نسمع به وفي اي حاله كلمي عمك جلال بارك الله فيك نعم ربي يحفظك امين جمال ان شاء الله ربي يحفظني كي تحني والله صدقيني والله ما تلقاي واحد كي يحبك كما هو صح يضرب يدير هذه بصح والله غير قلبه طيب صدقيني ويبغيك انا خايف عليه وخايف عليك انت يا كيما تعرفيش راه مخبين لك الوقت وهو ما على بالوش انا احساسي ورايي اعطيه اخر فرصه اعطيه اخر فرصه واول ما يرفض يدو عليك عيطي لي وانا راح كيفاش نصرف معاه فهمنا صايم معاها يديا غادي نقلعهم مع مجال نعم يديا غادي نقلعهم معاها
لا ما تقلعش يديك، يديك باش تخدم وتجيب الخبزة وزيد لها خاتم واحد آخر في اليد اليمنى. باينة هذه. ونحتاجوك للعمل وأن تذكر الله وتتشهد بيديك و... ترايك في الموضوع هذا يا ما كاش بزاف كان أي واحدة لازم تقتنعي والله 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 ثلاثة ثلاثة الكلام اللي نقوله لك ربما ما يقوله لك خطر أنا محايد أنا ماني من فاميليا نتاعك ما راني من العائلة نتاعك وراني محايد غير من بعيد أنت ما راش تلقاي واحد كيما محمد وهذه صح وهو سيد أحمد ما راش يلقى واحدة كيما أنت أوكي إذا كان الإنسان يمد عهد أمام الملايين أمام ربي قبل الملايين قبل كل شيء أمام ربي ويعاهد يعاود يرجع لحد يقص يقص بالماضي ولكن في الحالة هذه في الحالة هذه صدقيني أعطي فرصة أخرى أخي تبغيني أنا لا على رأسي وعيني شو بغي تقولي له والله فرغي قلبك راك عند عمك جلال هالي فرغي قلبك عليه بنقول له ربي يهديه آمين يهدينا كامل ويخطيني لا صلي على الله عيسى السلام يخطيني خليني نعيش آليس عش نعم ضمن لي حياتي بزاف 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 ما تعطيهش آخر فرصة لحظة ربي يحنن القلوب إن شاء الله يا رب العالمين سيد أحمد شو باغي تقول لها؟ أنا نقول لها مرتي تقعد مرتي وزوجتي تقعد زوجتي وما تطلقهاش كاع وهي تعرف كل شيء وعلى بالها كل شيء كاع شكاينش ما كاينش وهي كتعرف باللي أنا عقليتي كي نبغي نرجعها نرجعها مش بالعنف ما كان حتى حاجة بالعنف كل شيء بالسيف إلا الزواج أوصيكم بالنساء خيرا كما قال أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام الآن وصلنا للحظة على البرنامج لابد باش نفصلوا فيها سيد أحمد نعم بنيتي خيرة إذا كان بنتنا خيرة وسيد أحمد راهم ناويين يعاودوا يرجعوا لبعضهم وذلك ما أرجوه وذلك ما أتمناه باش تعاودوا ترجعوا لبعضكم وتنساو هذا صح صعيب صعيب باش خاصة من جانب بنتي خيرة صعيب باش تاخذ قرار كما هكذا وصعيب باش تنسى اللي فات ولكن صدقوني اللي فات مات واحد دايما ينسى السلبيات خلينا من السلبيات خلينا هاو قالوا فيها مهضروا فيها هانينا هذو كل يجوز ما يدوم إلا الصح والصح وشنه هو ربي ربي لما يرضى علينا خلاص ما فيش حتى كلام واحد آخر الآن إذا كان راكم والله صدقوني وراه قلبي راه يدير هكذا خاطر أنا الآن خلاص ما لا قضية لا منشط ولا قلبي راه يدير هكذا نستنى في الأجوبة خاطر لا قدر الله الفراق نتاعكم أنتم أنا نشوفه أنا ما أديتش المهمة نتاعي فراقكم أنتم هو التشتت أسرة جزائرية الآن إذا كان راكم مستعدين باش تعاودوا ترجعوا حياة جديدة واللي فات مات سيد أحمد وحلف يمين قطعا وقال لي نعطيك عهد باللي خلاص هذه آخر مرة نعطيه آخر فرصة إذا كان راكم مستعدين باش تعاودوا ترجعوا لبعضكم أرى قدامكم هذاك البزر الأحمر هذاك ويا ريت
تعبزوا عليه في زوج. احمد راهو عبز على البزر ودار. نعم لا ربي يالف بين القلوب ان شاء الله وربي يرزقك بما تشتهينا وترضين. امين يا رب العالمين. الله يا رب العالمين. بارك الله فيك. صحيت. تفضلي منا يا ما تعبزيش على هذيك. بارك الله فيك بنتي خيره. صحيت. تفضلي. انا اسف يا ولدي. سيد احمد ولدي واش عساني نقول لك؟ الفاتورة غالية هكش عملت قصارى جهدي إن شاء الله ولكن ما بغاتش. أنا كل ما أتمناه لك إن شاء الله تفضل معايا كل ما أتمناه لك أنك خذيت الدرس ما خاطر ما كانش درس أكثر من هذا الدرس هذا يا إن شاء الله ما يتعلمش. أيوة هي كلنا نغلطوا لكن المليح اللي يغلط يستعرف ويستعرف ويسقم الغلطه نتاعو. انا نصيحتي ليك ما تطلقش. ربي يسهل لك ولدي ان شاء الله. الله ربي يسهل لك. مع السلامه. نتيجه العنف والتعنيف سواء كان زوجتك كما الحاله هذه ولا امك ولا اختك ولا العنف ما يلد إلا العنف. حملت 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 توصل حد وين ما كانش. وأنا إن شاء الله يا رب العالمين عاود يكلمونا ويقول لي باللي رجعت لها وهي رضات خاطر جرحها عميق جدا. ربي يجعل لهم إن شاء الله التفاهم بيناتهم ويألف بين قلوبهم إن شاء الله يا رب العالمين. هذا أخوكم جلال من بلاطو اللي فات مات. أقول لكنا ولكم جميعا سلام عليكم.